أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم معنا في نشرة الأخبار الأخيرة نقدمها لكم مباشرة من الأولى في الرباط وتتابعون فيها. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انعقد بمقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأجدير اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين الأسد الأفريقي 2023. مكونات البرلمان بمجلسيه تجمع على شجب وإدانة قرار البرلمان الأوروبي وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وبيان مشترك صدر عن البرلمان يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل. منافسات كأس العالم للرماية الرياضية الأولمبية في يومها الأخير تعرف تتويج الفريق الأمريكي في فئة الإناث والفريق الكرواتي في فئة الذكور ضمن مسابقة التراب حسب الفرق. أهلا بكم. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكية، انعقد بمقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأجدير خلال الفترة ما بين 29 يناير الجاري اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين الأسد الأفريقي 2023. التفاصيل. بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أوضح أن ممثل القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية انكبوا خلال هذا الاجتماع على طرق تنفيذ مختلف الأنشطة المخطط لها في إطار نسخة 23 و2000 من تمرين الأسد الإفريقي، كما قاموا باستطلاع واختيار المواقع التي يمكن أن تتم فيها هذه الأنشطة. وفضلا عن التكوينات المتعلقة بالعديد من المجالات العملياتية وتمرين للتخطيط موجه لأطر القيادة العليا بالبلدين، من المقرر إجراء مناورات مسلحة متعددة ومشتركة خاصة البرية منها والمحمولة جوا والبحرية والقوات الخاصة والجوية، وكذا العمليات المدنية العسكرية وتلك المتعلقة بإزالة التلوث النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي. ومن جهة أخرى حدد القائمون على التخطيط الأمريكيون والمغاربة كيفيات إجراء العرض الموسيقي المختلط بين القوات المسلحة الملكية والفرقة 23 من القوات العسكرية لولاية يوتا، والذي سيتم على هامش الأنشطة العملياتية لتمرين الأسد الإفريقي 23. وأشار البلاغ إلى أن هذا العرض يندرج في إطار الأنشطة التذكارية المتوقعة بمناسبة تخليد الذكرى 20 للتعاون الثنائي بين القوات المسلحة الملكية والحرس الوطني لولاية يوتا. تمرين الأسد الإفريقي 23 الذي يعتبر من أهم التدريبات المشتركة في العالم سيجرى ما بين 22 ماي و 16 يونيو 2023 في جهات أجدير، طنطان، المحبس، تيزنيت، القنيطرة، بنغرير وتفنيت. ويعد الأسد الإفريقي أكبر تمرين متعدد الجنسيات في القارة الإفريقية، ويعكس تنظيمه كل عام بالمغرب منذ ما يقرب من عقدين متانة علاقات التعاون بين المغرب والولايات المتحدة باعتبارها شريكا استراتيجيا متميزا للمملكة. وخلص البلاغ إلى أن مشاركة العديد من البلدان خاصة البلدان الإفريقية في هذا الموعد السنوي يرتقي بالمغرب إلى مستوى الشريك الموثوق والمنفتح والمتشبث بأصوله وبمثل المجتمع الدولي، لا سيما السلام والأمن والتنمية المشتركة. الحدث البارز اليوم هو انعقاد أشغال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، وخلال هذه الجلسة قدمت مداخلات لمختلف الهيئات السياسية والمهنية والنقابية الممثلة بمجلسي البرلمان للتعبير عن مواقفها إزاء القرار الأخير للبرلمان الأوروبي الذي خلف موجة استنكار واسعة من قبل مختلف الهيئات والتنظيمات الوطنية. حفيظ الهواري وعبد العالي عياد. اندهاش كبير وشجب وإدانة طبعت مداخلات ممثلي فرق مجلس النواب على توصية البرلمان الأوروبي، والتي زعزعت بشكل كبير الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، لأنها توصية تخدم لوبيات بعينها ويشتم منها رائحة الغاز والنفط. من خلال القراءة ديالنا ليه نلاحظ بأن
الظاهر ديالو بأن الدفاع على حقوق الإنسان والدفاع على حرية الصحافة، ولكن الباطن ديالو هو دسائس وأجندة بين خدمة لبعض الأطراف رحنا كنعرفوها. اليوم اللي كنأكدوا بأن المغاربة المغرب ما عندوش الغاز ما عندوش البترول، ولكن عندنا إرادة قوية باش ندافعوا على المصالح ديال بلدنا. تدخل في موضوع احنا طويناه منذ سنين، حد مش حقوق الإنسان طويناه بدنا الإنصاف والمصالحة والتطور الحقوقي في بلدنا. العالم كله يعرف أننا تطورنا وبلدنا تطور شيئا، فتطور في محيطها وفي جميع أنحاء العالم، عارفين بأن المغرب حقوق إنسان مضفورة بحكم الدستور. سجلوا رفضنا المطلق لمثل هذه المحاولات اليائسة التي تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية بما فيها الشأن القضائي الذي يتميز باستقلالية السلطة القضائية من خلال التوظيف الرخيص لورقة حقوق الإنسان. إجماع وطني وحد الأغلبية والمعارضة ضد توصية البرلمان الأوروبي الذي تناسى أنه بالأمس القريب نوه بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات. كنشجبوا أن تخرج من هذه الآليات والمساطير الأممية باش تحولنا الآلية اليوم استثنائية وذات طبع سياسي مكشوف اللي تيولي عنده نوايا أخرى اللي تتخدم لوبيات المعادية للمصالح ديال المغرب. بالنسبة لنا كفريق اشتراكي نعتبر بأن الشراكة المغربية الأوروبية هي مفروض تكون أكبر من هذه الجزئيات الصغيرة، لأن لدينا مصالح مشتركة في قضايا كبرى، قضايا مرتبطة بمحاربة الإرهاب، قضايا مرتبطة بالحد من الهجرة، قضايا مرتبطة بالمناخ. ولا حاجة للاستغراب لأن الأمر يتعلق بلوبيات، لوبيات اللي تتعمل ضد مصالح المملكة المغربية، ولوبيات اللي تتعمل بأجر، ولوبيات من أطياف سياسية كذلك معروفة وبدأت تتخلق تصدع على مستوى أوروبا. تفاجأنا بهذا التحول داخل البرلمان الأوروبي، بحيث مؤخرا وفي السنوات القليلة كان دائما الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي دائما يشيد بالمكتسبات التي حققها المغرب وله رصيد قوي في المجال الحقوقي والديمقراطي والتي حققها في ظرف وجيز لا يتجاوز 20 سنة. كذلك نحن واعون بمن وراء كل هذه المغالطات، هم أعداء الوحدة الترابية. لا نقبل بأي شكل من الأشكال تدخل جهات أجنبية في خرق سافر للسيادة القضائية الوطنية في محاولة للتأثير على المقررات القضائية المحصنة بدستور المملكة وبالمواقف الدولية والأممية التي صادق عليها المغرب. المغرب نوع شراكاته على المستوى الاقتصادي. المغرب يرفض أي إملاءات خارجية من أي جهة كانت ولأي سبب كانت. ما تفضلوا وأصدروا قرار بشأنه هذا أمر داخلي في إطار الاستقلالية وفي إطار السيادة. نرفض وندين بشدة هذا القرار ونقول لهم بأن البرلمان الأوروبي كان عليه أن يحترم نفسه. إذن أمام هذا الانحراف الخطير للبرلمان الأوروبي، شدد البرلمان المغربي على أنه كان دوما فضاء للحوار والتواصل متعدد الأبعاد، ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي. مداخلات مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة في البرلمان أدانت بشدة قرار البرلمان الأوروبي الذي لا يستند إلى أي أساس من الواقع، وشجبت مضمون القرار منوهة في الوقت ذاته بالأشواط التي قطعتها المملكة في مجال النهوض بالقضاء. رشيد إيكن، عبد الرحيم فيلول وياسين المعازي. بكل مكوناتهم وأطيافهم السياسية سجل مستشار مجلس المستشارين خلال هذه الجلسة المشتركة عن امتعاضهم الشديد إزاء توصية البرلمان الأوروبي التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية. كل المداخلات نددت بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة وأدانت بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالحها. المملكة المغربية اليوم لا تقبل الابتزاز. المملكة المغربية اليوم قيادة جلالة الملك ماضية في بناء ديمقراطيتها، في بناء اقتصادها، في توطيد
الحقوق والحريات وفق الخصوصية المغربية ووفق ما نقدره كمغاربة من حاجيات في هذا المجال، ولا نحتاج فيه إلى دروس من أي كان. هذا القرار يعني الأوروبي لن يقبل، لأن هذا مساس يعني بسيادتنا، والمساس كذلك باستقلال قضائنا وبمكوناتنا، فهذا لن يقبل من أي جهة كيفما كانت. قد تنكر بشدة الموقف ديال البرلمان الأوروبي، وخاصة التوصيات اللي صدرت عند بعض، ما نقولوش البرلمان الأوروبي، وأن بعض البرلمانيين الأوروبيين اللي هم معروفين كيفاش المواقف ديالهم تجاه المغرب. مداخلات المستشارين رفضت استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وأكدت على ضرورة احترام استقلالية القضاء المغربي وسمو سيادته التي لا تحتاج للوصاية من أي كان. كلمة واحدة، أننا نشجب ونرفض التدخل في السيادة المغربية، التدخل في السلطة القضائية، لأنه قرار غير عادل وغير منصف، قرار جاء بناء على خلفيات، لأن المغرب أصبح مصدر إجهاض لبعض الدول. وعلى كل حال هذا الموقف الذي تبناه البرنامج اليوم المغربي هو موقف ثابت يركز على الشخصية المغربية وعلى الهوية المغربية، وعلى أنها يجب أن نتعامل مع كل مكونات بخلفيات وسياسة الند للند. أنا ككونفدرالية الديمقراطية الشغل دائما كان رفضوا التدخل في السيادة الوطنية، أما هذا مبدأ راسخ لدى الكونفدرالية الديمقراطية الشغل، يبقى هذا قرار سيادي للدولة ويناقش داخل مؤسسات الدولة، وهذا الشيء كنا كنقولهم داخل البرنامج، نقبل أي تدخل من أي جهة كانت وحتى لو كان البرلمان الأوروبي. هذه الجلسة الوطنية المشتركة اللي عرفات يعني المواقف ديال جميع المكونات ديال البرلمان المغربي، وكلها يعني كانت تنديد وشجب لهذا القرار هذا، وفي المحصلة راه كان البيان اللي كان أهم فيه هو إعادة النظر في هذه العلاقات المشتركة ما بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي. الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان أجمعت أيضا على رفض الأسلوب المعتمد للبرلمان الأوروبي في تسييس الوقائع وتحريفها اعتمادا على سياسة ازدواجية المعايير وانجراره وراء ادعاءات باطلة ومعلومات تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية والأدلة القانونية. وكتتويج للجلسة العمومية المشتركة، قرر البرلمان بمجلسه إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، وذلك على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب. جاء ذلك في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. لنتابع. على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه بلادنا، عقد البرلمان المغربي بمجلسيه يوم 23 يناير 2023 جلسة مشتركة تدخل خلالها رؤساء وممثلو مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية والنواب غير المنتسبين والبرلمانيين غير المنتسبين. وقد أصدر البرلمان المغربي في ختام هذه الجلسة نص البيان التالي: يندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلماني الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023، ويسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة قرون أو عقود. ويأسف البرلمان المغربي لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله، واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية يطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات. وأمام هذا الانحراف الخطير
من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات في احترام تام لسيادة الدول الشريكة، فإن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته يؤكد ما يلي: يدين البرلمان المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة والمصالح المتبادلة، كما يعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزاً غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته وتطاولاً مرفوضاً على سيادته وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معرباً عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة. يعرب البرلمان المغربي بكل مكوناته وأطيافه السياسية عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي والدور غير البناء الذي لعبته خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا. بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب ويأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة. إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكد التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة ومضيها قدما بكل إرادية في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون في إطار التعددية الحزبية والسياسية وحرية الرأي والتعبير. يذكر البرلمان المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، ويعيد التذكير باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011 وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها والإسهام في تطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء. وإذ يذكر البرلمان المغربي بأنه يعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية ويتمتع بصفة العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسة شريكة أن تجاوزت اختصاصاتها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تلتزم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة. يشدد البرلمان المغربي على أنه كان دوماً فضاءً للحوار والتواصل متعدد الأبعاد، إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعات متعددة الأطراف دولياً وقارياً وإقليمياً تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديمقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة وإدماج الشباب في التنمية والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها. ويعتبر
أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا يطرح إشكالية الثقة، وهل لا يزال البرلمان الأوروبي شريكاً استراتيجياً للبرلمان المغربي؟ يرفض البرلمان المغربي استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتاً بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تعاقب عليها قوانين مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حرمة واستقلالية القضاء المغربي الذي كان حريصا دوما على توفير شروط ومقومات المحاكمة العادلة. لقد قود قرار البرلمان الأوروبي أسس الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والأوروبي، ومس بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك في وقت كنا نستشرف فيه جميعا آفاق جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحة المشتركة لشعوبنا. ويعتبر البرلمان المغربي أن توصية البرلمان الأوروبي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق التي أنشئت تحديداً لتكون فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل، وبذلك تكون قد أفرغتها من محتواها وأفقدتها مغزاها وضربت عرض الحائط بمضامين وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف والجهود الدؤوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرست بالملموس البعد البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبت دورا هاما في تقوية ومأسسة العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوروبي. يدعو البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب من جهة أخرى. وتأسيسا على ما سبق، قرر البرلمان المغربي بمجلسه ابتداء من اليوم إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة، مدعما بمداخلات جميع الفرق والمجموعات والنواب والنائبات والبرلمانيين غير المنتسبين، تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمضمون هذا البلاغ والقرارات التي ستتخذ لاحقا. الرباط 23 يناير 2023. شكرا. رفعت الجلسة. دوليا، وبعد 3 سنوات على فرض حجر صحي صارم على ووهان التي انطلق منها فيروس كورونا، عادت الحياة إلى طبيعتها في المدينة الواقعة بوسط الصين. وطوت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة رغم البرد الشديد صفحة الوباء، حيث اغتنم بعض السكان عطلة رأس السنة القمرية ليقصدوا الأسواق والقيام بأنشطة أخرى.
دوليا، دائما تمكن الجيش الروسي من السيطرة على قريتين أوكرانيتين في مدينة سوليدار، مما يمهد لتطويق مدينة بخموت المجاورة التي تسعى موسكو للسيطرة عليها منذ الصيف الماضي، والتي تشهد معارك ضارية بين الطرفين. خالد الأحمدي والتفاصيل. المعارك لا تزال على أشدها في مناطق عدة في أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والروسية، وزعيم القوات الموالية لروسيا في أوكرانيا يعلن عن السيطرة على قريتين متاخمتين لمدينة سوليدار. القريتان هما كراسنوبوليفكا ودوفوريتشي. نفس المصدر يعلن دخول قواته مدينة سوليدار، ما يمهد الطريق للقوات الروسية لتطويق مدينة بخموت المجاورة. في المقابل، كييف لم تعلن بعد عن سقوط سوليدار، وتشير إلى مواصلة قواتها القتال في الجزء الغربي في المدينة. زعيم الجيش الموالي لروسيا يفيد بأن وحدات من مجموعة فاغنر باتت تسيطر على المرتفعات المجاورة لبخموت، مؤكدا في الوقت ذاته توجها مكثفا للقوات الأوكرانية باتجاه بخموت التي تشهد مواجهات عنيفة منذ الصيف المنصرم. أمام هذا الوضع تواصل أوكرانيا مطالبتها الدول الغربية بتزويدها بمزيد من الأسلحة، وألمانيا تواجه ضغوطات متزايدة لتسليم كييف دباباتها من طراز ليوبارد. ودعما لأوكرانيا، يقرر الاتحاد الأوروبي في بروكسل تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتسليح كييف و45 مليون يورو لتدريب وحدات عسكرية أوكرانية في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقبل إغلاق الملف الدولي، عثرت شرطة لوس أنجلوس على المسلح الذي يشتبه في قتله لعشرة أشخاص خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في كاليفورنيا، ميتا في سيارته على بعد 40 كيلومترا من مدينة مونتيري بارك التي تقطن بها غالبية آسيوية. ووطنيا، نظم اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الدورة التكوينية الأولى لأكاديمية التكوين السوسيو نقابي، دورة عبد الرزاق أفيلال. أحمد بن خديجة وحمزة السائح. الدورة التكوينية شكلت فرصة حقيقية للتداول والنقاش حول إيجاد وسائل وأدوات جديدة لتثمين وتطوير الفعل النقابي، أدوات تهدف إلى تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالموارد البشرية وتأهيل القدرات والمهارات النقابية في صفوف الأطر العاملة بالقطاع. دورة عبد الرزاق أفيلال يدخل في إطار واحد البرنامج تكويني اللي بطبيعة الحال النقابة كديره باستمرار، والهدف منه هو ترسيخ ثقافة الاعتراف عند الأجيال الحاضرة، باش بطبيعة الحال يعرفوا شنو هو العمل اللي قاموا به الناس اللي قبل منهم. تأتي هذه الدورة من أجل إعداد فعاليات نقابية جديدة مجددة تستطيع أن تتواصل مع جهود الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في الارتقاء بالأداء الإداري والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وهذا يعني يتطلب فاعل نقابي متميز مجدد. الهدف من هذا اللقاء التكويني هو توفير الفضاء المناسب للأطر الشابة من أجل تفجير طاقاتها ومؤهلاتها وصقل مواهبها وكفاءاتها وتأهيلها لخوض كل الاستحقاقات وتحمل مختلف مواقع المسؤولية. في موضوع آخر، واحتفالا بالسنة الأمازيغية الجديدة، نظمت جمعية تجار برشيد حفلا فنيا موسيقيا تحت شعار الأمازيغية هوية تاريخ وحضارة. سعيد الإدريسي ومصطفى ودة. على إيقاع نغمات الفولكلور والأهازيج الشعبية، احتفلت جمعية تجار برشيد بحلول السنة الأمازيغية 1973، مناسبة ارتبطت بأطباق وأكلات من المطبخ المغربي إلى جانب الحضور المتميز للزي التقليدي الأصيل، احتفالية لقيت استحسان من قبل الحاضرين. كنحتفلوا باحتفال السنة الأمازيغية، كاينين يعني اللي كيديروه الأمازيغ في هذه المناسبة هذه، منهم العصيدة، منهم الكسكسو، والفقرات يعني متنوعة، وكذلك تكريمات ديال التجار. برنامج الاحتفال بالسنة الأمازيغية الذي تنظمه جمعية تجار برشيد للمرة الرابعة على التوالي تضمن مجموعة من الفقرات التي تؤكد على الارتباط بالهوية والأصالة المغربية.
الهدف من هذا الاحتفال هو نشر الثقافة الأمازيغية والتذكير بالموروث الثقافي الأمازيغي في مدينة برشيد. نتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفق الجميع ومزيدا من التألق والازدهار بلادنا العزيز. الاحتفال بالسنة الأمازيغية يكتسي إذن بعدا اجتماعيا وإحياء لعادات وتقاليد مختلفة من فنون الطبخ وعالم الأزياء والحلي المرتبطة بالأسرة المغربية الأمازيغية. نتحول إلى العاصمة الرباط، حيث احتضن مسرح محمد الخامس حفلا موسيقيا للأوركسترا السيمفونية المغربية بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. نتابع. إحياء ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في احتفالية فنية بأنغام مغربية أصيلة. وحنا كموسيقيين نحتفلوا به بأجمل ما عندنا من أغاني ومن ألحان ومن أداء، وإن شاء الله غادي يكون عرس كبير بالنسبة للمغاربة. قطع موسيقية من ريبرتوار الأغنية الوطنية ترددت على مسامع الجمهور. الاحتفال هذا كنحتفلوا به، يعني كنحيوا كل سنة. عندنا واحد البرنامج غنائي متنوع، أغاني وطنية بطبيعة الحال اللي صراحة احنا كنأديوها على طول سنة. حفل بأبعاد وطنية لاستحضار أمجاد محطات فاصلة في تاريخ معركة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. رياضيا وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، نظم الاتحاد الدولي للعبة فيبا دورة تكوينية خاصة بسيدات تقام لأول مرة في المغرب والعالم، وهدفها تطوير الكفاءات ببلادنا في هذا الصنف الرياضي. ابتسام أدريس وعبد الرحيم فيلول. دورة تكوينية هي الأولى من نوعها في بلادنا والعالم، والخاصة فقط بالعنصر النسوي المتألق في رياضة كرة السلة كمدربات المستوى الأول، بعد أن منحنا الاتحاد الدولي لكرة السلة فيبا 15 مقعدا، والذي يعتبر شريكا استراتيجيا لتطوير مجال التدريب في كرة السلة الوطنية. تنتمنى أن النجاح يكون بعد دورتين تكوينيتين ديال 3 أيام 3 أيام. حنا دابا اليوم في مرحلة التقويم، مرحلة التقويم، وكنتمنى أن النجاح يكون حليف المدربات المغربيات. هذه الدورة التكوينية كانت فرصة للعمل على تطوير الكفاءات وبناء شخصية قوية للمدربات التي يطمحن للنجاح في هذا الاختبار، من أجل فتح الطريق أمام وجودهن بقوة لقيادة مباريات إفريقية وعالمية. استفدنا بزاف، تعلمنا بزاف الحوايج جداد، تبدلوا لنا لي كونسيبت في دماغنا. كنتمنى ان من مورا هذا التكوين هذا يعني كل عنصر فينا الا نجحنا ان شاء الله، يعني نمشيو في الميدان ديالنا ونحطوا هاد لا براتيك ديالنا مع الوليدات ونوصلوا للمستوى ديال المغرب ان شاء الله لقدام. قليل فين انا درت الحمد لله بزاف ديال لي ستاج خلال العالم، وهذه اول مره اللي كندير واحد ستاج غير لي زونترينور فيمينا. وجامعه تشكى على هذه البادره هذه. الحمد لله من بدينا الستاج البنات استفدوا بزاف، واللي مزيان في البنات هما عندهم رغبه باش يتعلموا. الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله ومن خلال هذه المبادره تطمح الى فسح المجال للعنصر النسوي للظهور بقوه في عالم التدريب بهدف حمل المشعل مستقبلا والتالق في اكبر التظاهرات. ورياضيا دائما، أحرز فريق الولايات المتحدة الأمريكية إناث الميدالية الذهبية لمسابقة التراب حسب الفرق، وفي صنف الذكور انتزع الفريق الكرواتي الميدالية الذهبية للمسابقة نفسها برسم منافسات اليوم الأخير لكأس العالم للرماية الرياضية الأولمبية بسلة. سعيد أنيس والتفاصيل. اليوم كان الرماة دوليين على موعد مع آخر مسابقة مبرمجة في بطولة العالم للرماية الأولمبية المقامة بنادي الفلين بسلة. آخر مسابقة كانت خاصة بالتراب حسب الفرق الثلاثي. على مستوى السيدات، الميدالية البرونزية تنافس على نيلها المنتخبان الوطني والكويتي، حيث نال المنتخب الكويتي سيدات الميدالية النحاسية بمعدل 6 نقط. المغرب احتل المرتبة الرابعة.
واحتدمت المنافسة حول المعدن النفيس بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وكازاخستان، وكانت راميات الولايات المتحدة الأمريكية أكثر تركيزا وتمكن من تحقيق معدل 6 نقاط مقابل لا شيء. It was a little nerve-wracking at first, but I mean. أعتبر أن هذا الفوز مستحق لفريقنا. أراضي نافسة من أجل الذهب، وهذا شيء جميل أن نختم التباري بفوز ثلاثي. أما على مستوى الرجال، منتخب كرواتيا انتزع ذهبية بطولة العالم للتراب الأولمبي حسب الفرق ثلاثي، متقدما على منتخب البرتغال بمعدل 7-1، فيما نال المنتخب الأمريكي الميدالية البرونزية أمام منتخب الكويت. Competition is very good, very strong competition. إنها بطولة قوية وجيدة، المحطة الأولى في برنامج منافسات كأس العالم. التنظيم والاستقبال كانا في المستوى، ونحن جد سعداء بالتتويج بالذهب. المملكة المغربية كسبت الرهان الكبير وهي تحتضن بطولة العالم للرماية الأولمبية طيلة أسبوعين من التباري، وأكدت أن المغرب يحظى بثقة ومصداقية الاتحاد الدولي وكافة الأسرة الدولية. تبعتوا الأرقام اللي تسجلت، أرقام مهمة، وكذلك تبعتوا الحضور ديال الرماة الأولمبية الكبار اللي شاركوا، وبلا شك ماشي 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 غريب على الدولة المغربية بأنها تقدر على هذه الاستضافة، وتمكنت بأنها رجعت هاد البلاد عندنا من قبلة كبيرة للرماة العالميين. الجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية ضربت موعدا للرماة العالميين تنظيم تظاهرات كبرى في القادم من الأيام. اللحظة مشاهدينا نتوقف عند جديد حالة الطقس في بلادنا مع لبنى بن رامي. تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. من المرتقب أن يكون الطقس باردا بالمناطق الأطلسية بالريف بالشرق بالجنوب الشرقي وبالسهول الشمالية مع تكون الصقيع محليا. أمطار متفرقة ستهم خلال الصباح المنطقة الشرقية الواجهة المتوسطية وكذلك الريف، وثلوج منتظرة بمرتفعات الريف والأطلس المتوسط. درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 12 درجة بفاس، 9 درجات ستسجل بمدينة وجدة، 19 درجة مرتقبة بأكادير، و28 درجة ستسجل بالقويرة. أما حالة البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالمتوسط وسواحل البوغاز، سيكون هائج إلى كثير الهيجان ما بين رأس بارتل والصويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. ختاما مشاهدينا، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انعقد بمقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأكادير اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين الأسد الأفريقي 2023. مكونات البرلمان بمجلسيه تجمع على شجب وإدانة قرار البرلمان الأوروبي وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وبيان مشترك صدر عن البرلمان يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل. منافسات كأس العالم للرماية الرياضية الأولمبية في يومها الأخير تعرف تتويج الفريق الأمريكي في فئة الإناث والفريق الكرواتي في فئة الذكور ضمن مسابقة التراب حسب الفرق. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.